فما مرات سيئة نشوف روحي فيها ونتمنى تكون عندي مسيرتها النضالية. هي مرأة تعرفت بشجاعتها ودفاع على حقوق المرأة والمبادئ الديمقراطية والحداثة. نحكي هكا على أول مرأة سيئة تعرفت بوجودها في الساحة السياسية شرسة في نضالها السياسي. شكون اللي ما كانش يحترم ما يجريبي خاصة في الساحة السياسية؟ هي أول مرأة سيئة ترأس حزب سياسي، هي اللي فرض وجود المرأة التونسية في الساحة السياسية. مايا جريبي هي صاحبة شعار ديكاش في الشارع الحبيب بورقيبة. أنا توا مازلت نتفرج في الليزيكونس نتاعها في البرلمان ونشوفها كيف بكلمتها وحبها لبلادها وخوفها على علم تونس خلدلها بصمتها اللي مازالت حاضرة في الذاكرة متاع التوانسة الكل وخاصة في ذاكرتي أنا، وخليها تموت مرفوعة الرأس. خليني أنا نعرفها ونتفكرها ونشوف روحي فيها. مايا جريبي إن شاء الله ربي يرحمك، وانت راك شرف للبلاد وللمرأة التونسية. توحيدة بالشيخ، المرأة اللي قعدت في مخاخ نسير جيل كبار صغار. اي نعم، اول طبيبة تونسية عربية مسلمة رغم اللي هي جاية من عيلة تعرفت بالفلاحة. هذا ممنوحيش باش ما توصلش، هذا زادها ثقتها في روحها واعطاها القوة باش تقرا وتوصل. توحيدة بالشيخ مهيش تصوير على 10,000، تحب تعاون ناس فقراء محتاجين، هذيك علاش كانوا عيطوا لها طبيبة اللي تداوي بلاش فلوس. مسيرتها ما وقفتش حتى الطب، خدمت زادة في الصحافة وكتبت برشا مقالات. كرست حياتها للأعمال الخيرية وسيغتو للأعمال اللي باش تقدم فيها المرأة التونسية. كانت عضو في الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي. أنا بالحق المرأة هذه مغرومة بها ونتمنى يكون عندي مسيرتها. أنا المرأة القوية اللي تحب نسي بلادها، نطمح نقرأ نوصل. أنا طبيبة، أنا توحيدة بالشيخ. نحب نقول للبنات اللي من جيلي شكون بشيرة بن مراد. هي أول مرأة تونسية عملت أول اتحاد نسائي إسلامي تونسي، ناضلت باش المرأة التونسية تتعلم تتقدم تفرض وجودها كمرأة تونسية. دافعت على المرأة التونسية بكل قوتها، وصلت صوتها، وقفت في وجه المجتمع، دعمت المشاريع، قامت بمساعدات، دافعت على القضايا الفلسطينية، وكانت زادة عضو في الحركة الوطنية لمقاومة الاستعمار. عاشت في التهميش ومخذتش حظها من تقدير رغم نضالها اللي شد به العالم. لكن بشيرة بن مراد اسمها محفور في تاريخ تونس، بن مراد المراد التونسية المناضلة. اسم بشيرة بن مراد في كل دار من تراب تونس، بشيرة بن مراد فيا وفي كل مرأة تونسية. أنا باش نحكي على مرأة تونسية تأثرت بها مش كانينا، هي أثرت في نساء تونس الكل. مسيرتها الفنية حكيت عليها، واللي خليني نعجب بها بقوتها وصمودها. خدمت على صغر سنها، دخلت في دومين سينما برغم أنها كانت من عائلة برجوازية محافظة، ما فرضت وجودها بطموحها. هي ديما تنصح البنات وتقول اللي تحب السينما يلزم تتعلم وتشوف الحاجات المزينة بالعين قبل كل شيء. هي مرأة خدمت في المجالات الكل حتى في السياسة، ما كي يسألوها ويقولولها وين تلقى روحك، تقول في السينما كمخرجة خاطرها أبدعت في اختصاصها. ظلمت ونقدوها ياسر بمنعوا أفلام متاحة من العروض، أما هذا الكل ما وقفتش، كملت واصلت ووصلت. أنا نقول في الأخر أنا سلمى بكار، أنا نشوف روحي فيها، أنا نطمح باش نكمل اللي عملته للمرأة التونسية. سلمى بكار فخر لنساء تونسيات. كما قال الصغير ولاد أحمد، نساء بلادي نساء ونصف.